أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. أثار الإعلام الإسرائيلي خلافا بين قطر وحماس حول تحويلات شهرية أرادت حماس ونتيجة التضخم أن تزيد قطر من هذه التحويلات، لكن بالنسبة لإسرائيل هذا هو الوضع الذي خلق الإشكال في غزة. الأمر لا يتعلق بالحصار وأيضا محاولة الوصول إلى منع كل العمال القادمين من غزة. كل هذه الإجراءات الإسرائيلية غير المسبوقة وأيضا القاسية جدا ضد القطاع، ورغم ذلك فإنها تحمل المسؤولية للعلاقة بين حماس وبين قطر. من جهة أولى، فالضغط على الأقل حسب تايمز أوف إسرائيل، الضغط يتم الآن من خلال الفلسطينيين الغزيين على إسرائيل من أجل الدخول في مفاوضات ومحادثات وأيضا طلبات مواجهة مباشرة إلى الدوحة. فكأن الوضع الحالي لا يستقيم بين كل من الفلسطينيين وفلسطيني غزة وما بين قطر. والسؤال اليوم، أليس هناك قنوات بين حماس وبين قطر، خصوصا وأن هناك نوعا من التململ الحالي منذ العلاقات بين حماس وبين نظام بشار الأسد من جهة، وأيضا بالنسبة للعلاقات ما بين كل من حماس ونقل جزء من الثقل نحو الضفة و غيرها من الإجراءات التي لم تكن في العادة. يعني جزء من التمويلات، جزء من الدعم لحماس موجه للضفة الغربية ضمن المعركة، معركة التحرير. هذه زاوية أولى. الأمر هل هو في إدارة حماس لمواردها المالية المواجهة الآن ما بين الضفة وما بين غزة؟ هذا سؤال أول. السؤال الثاني والأكثر أهمية، هل هناك محاولة من أجل إجابة عن التضخم؟ وحماس التي تريد أن تجيب على إشكالية التضخم انطلاقا من رفع المساعدة الشهرية للدوحة، السؤال هنا، هل أمر تمويل الضفة سيتم عبر زيادة الدعم نحو غزة؟ هل هذا أمر محتمل؟ التقرير بالنسبة للمخابرات الإسرائيلية والتي تحاول أن تدين قطر بأن أي إضافة على المبالغ الموجهة والمنضبطة، أي رفع لن يكون على الإطلاق موافقا علي ومصادقا علي. إذن الأزمة ليست في قطر وهذه للتاريخ فقط، فإن اليمين رفض المساعدات القطرية وأثارها بن كفير مباشرة وفي عشرات الأوراق بالنسبة للكنيسة وغيرها. هناك تقارير تؤكد على رفض هذه التحويلات لأنها تحويلات تدعم بشكل مباشر نظاما يعد أمريكيا ويعد صهيونيا بأنه نظام إرهابي أو منظومة إرهابية أو على الأقل حركة إرهابية، أيا كانت التسمية من أي موقع تتحدث. لكن بالنسبة لقطر، هذه الإضافة سيكون لها ما بعدها، لأن تمريرها عبر إسرائيل سيكون من دون معنى. ولذلك فإثارة هذا الإشكال معناه محاولة تصدير المشكل الآن نحو الخارج وخلق إشكال جديد بين حماس وبين قطر حول أمر المساعدات وطلب حماس رفعها لمواجهة التضخم. الغريب في المسألة أن هناك إمكانية تمرير أموال عبر السلطة الوطنية الفلسطينية وأيضا عبر طرق أخرى، لكن فضل دائما الإسرائيلي أن يلعب على هذه النقطة بعد أن اغتال 6 مدنيين فلسطينيين
وبعد أن جرح حوالي 100 من الفلسطينيين الآن وبعد الإغلاق وإلى حدود 8 أكتوبر وهذا الدفع الإنساني تجاه سنة عبرية واحتفال بها وأيضا بالنسبة لكيبور وباقي الأعياد، كل هذه المناسبات الآن يدفعها الفلسطيني من قوته من راحته وأيضا ميزانياته العامة أيا كانت في غزة أو في الضفة، الأمر واحد. إذا محاولة إثارة مشكل بين قطر وبين حماس هذا يجعل من إسرائيل مبررة لوضع غير إنساني موجه لعقاب جماعي بدءا، ثانيا أن هناك عملية تطهير عبر حصار غذائي وحصار جميع ما يتعلق بحياة هؤلاء الساكنة منذ 2007، والأمر لا يزال دائما يرفع من منسوب الحصار، حصار غير إنساني يعتبر جريمة ضد الإنسانية. وإن قرناها بالمسؤولية القانونية للدولة المحتلة فإن هذا يرفع الوضع إلى جرائم لا بد من أن تحاسب إسرائيل عليها. لكن كل ذلك والإسرائيل ينظر بمنظور خاص من أجل جعل العلاقة الآن بين حماس وبين قطر علاقة تدفع الجميع إلى طرح السؤال، ومن ثم أيضا إلى خلق الإشكال أن تكون إسرائيل سبويلر في هذا الملف على وجه التحديد، معناه أن هناك من يسعى إلى ضرب هذه العلاقة. لأن الإسرائيلي يعرف جيدا أن مجرد تحويل هذه المبالغ الشهرية والتي سبق أن وفق عليها، لأن الإسرائيلي يريد أن يحتل والعرب يدفعون ثمن احتلاله، والخليجيون طالما حاولوا أن يساعدوا الفلسطينيين تحت هذا الحصار فالإسرائيلي يستفيد، لأن مثل هذا الاحتلال احتلال جيد على الأقل حسب تعبيرهم وحسب تبريراتهم، وأيضا هو احتلال من دون دفع نفقات، من دون خسائر مالية. إذا لابد من دفع خسائر عسكرية، وهذا الذي تحققه المقاومة ما دام أن الوضع هو بهذا الشكل. إذا التخوف الكبير بالنسبة لإسرائيل أمام حصار غزة محاولة دفع هذا المورد المالي لقطر وتصنيفه ضمن ما قد يسمى بجداول أو قوائم سوداء، وأن مثل هذه الرؤية يحملها اليمين الإسرائيلي وخصوصا بن غفير الذي طالب بوقف المساعدات المالية الموجهة من قطر ومن دول أخرى إلى غزة. من جهة ثانية فإن التخوف هو من محاولة أيضا استثمار هذه المساعدات وتوجيه بعض الأموال أو التمويل إلى الضفة. إذا بن غفير وخصوصا عبر حليفه الأكثر يمينية والذي له مقعد في وزارة الدفاع وهو وزير المالية، وزير المالية يسعى إلى قطع هذه المساعدات. لذلك فاليمين المتطرف أساسا هو الذي يسعى الآن إلى خلق إشكال بين حماس وما بين قطر ومحاولة قطع جميع المساعدات الإنسانية التي يعمل عليها القطريون وباقي الخليجيين والعرب تجاه غزة. في المقابل نجد أن الضفة الغربية ومقاومة الضفة الغربية الآن تحتاج إلى بنية تمويلية متحركة من أو ميكانيزم مالي متحرك من أجل تمويل العمليات والذهاب بعيدا للا إنتاج بعض الصواريخ على الأقل التي جربت وإن فشلت في بداياتها، لكن هناك محاولات. إذا الضربة موجهة ضد المقاومة انطلاقا من الضفة
وأيضا بالحصار أو إكمال الحصار الاقتصادي والإنساني على غزة وعلى شعب غزة. إذن هذا هو التطور الاستثنائي الذي يسكت عنه الجميع. وفي واقع الأمر فإن اليمين المتطرف الذي يحاول إشعال العلاقة وإرباك العلاقة ما بين قطر وما بين حماس من جهة، وأيضا من أجل عدم وصول أموال إلى الضفة. إذن المسألة هنا دقيقة للغاية، وبالتالي فإن قطع جميع الموارد المالية جزء لا يتجزأ من خطة متكاملة بشأن حصار حماس والجهاد الإسلامي في الضفة وغزة. إذن هذه نقطة أولى رئيسة. لكن تقرير المخابرات الأمريكية والذي يرى أن إمكانية العمل على قدرات جديدة لن يكون إلا بتمويل إضافي، وفي هذه الحالة فإن تجفيف الموارد جزء لا يتجزأ من قرار وزير المالية، وهو قرار لأنه يمس الآن الجهات الدفاعية. وأخطر من ذلك سنرى بشكل مكشوف أن اليوم مثلا فيه ثلاث نقط عسكرية، ثلاث نقط رصد عسكرية ضربت بدبابة وبمروحية وبدرون، بمعنى تنويع شديد في التعاطي مع هذه العمليات. فلماذا درون ولماذا أساسا مروحية؟ ثم إنه تجريب بروفا لجميع عناصر المواجهة، لأن الخلفية الأساسية محاولة ضرب البنية الاقتصادية وبعد ذلك مباشرة تحريك هذه الجماهير ضد حماس من جهة، وأخطر من كل هذا التبني عمليات خاصة ضد غزة في المستقبل، وهذا الذي أشرنا إليه في تقرير لشينبيت. وفي فقرة من التقرير يتضح أن هناك رغبة أكيدة في حرب غزة في الأفق القريب، لأن من المهم جدا وكما كان الأمر مع الجهاد نقل هذه المعركة إلى حماس. حماس الآن تضرب في اتجاهين، تضرب من طرف علاقات الحليف، فالإسرائيل اليوم تحاول أن تشوه العلاقة القطرية مع حماس من حيث الاقتصاد ما دام هذا الفصيل هو الحكومة في غزة. وثالث مسألة أن هناك سعي إلى ضرب النقط المتقدمة لحماس في هذه الظرفية على وجه التحديد، كي لا يكون هناك استنبات لنقط رصد جديدة أو متقدمة على صعيد هذا السياج. في كل الأحوال فإن القصد الأساسي بالنسبة لإسرائيل الوصول إلى حصار إضافي لحماس على صعيد عملياتها وتمويل عملياتها في الضفة. ثانيا محاولة دفع كل ما يتعلق بلبنان وفلسطيني لبنان إلى أزمة أو تأزيم هذا الوضع، أيضا بالنسبة لغزة في حصار يضرب الموارد المالية. كل هذا يجري الآن على قدم وساق. ولماذا تحديدا؟ لأن المهم في كل ما يجري محاولة ضبط المساعدة الإيرانية، وهي التي تعتبر خفية إلى أبعد حد، وأمام نشر الأمريكيين للمليارات التي كانت في الصفقة الأخيرة، وهل استثمرت هذه الصفقات وهي تحت الضبط الشديد في المساعدة الإنسانية الموجهة إلى غزة؟ كل هذا يطرح أسئلة عديدة. ومن المهم بالنسبة لإسرائيل محاولة توريط الممولين قطر من جهة، وهذا أسلوب من أساليبهم، وأيضا في الاتجاه الآخر هناك محاولة لضبط مسار أي تمويل إيراني في هذه الظرفية التي يحاصر فيها وبشكل كبير جدا
الغزاويون ومن ثم الحمساويون الذين يقودون القطاع. إذن هذه الظرفية التي يسعى من خلالها الإسرائيلي إلى خلق إشكال حقيقي في التمويل الإيراني وكشفه، وأيضا على صعيد عدم رفع التمويل القطري وعرقلة هذا التمويل وعدم المصادقة عليه، ودفع حماس إلى القول أن هناك رغبة في رفع المساعدات القطرية المالية نحو غزة. في كل الأحوال هنا يتضح وبشكل مباشر أننا نعيش لعبة إسرائيلية في علاقات حماس مع إيران ومع قطر، وهذا أسلوب معروف لا بد من كشفه. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.